I'm very exciting. בעברית, אם אתה רוצה, וטוב יהיה אני מאוד נרגש ו... נה, לחזה חסימה ללגאיה. מרגיש לא הכי טוב. מרגיש כל האירוע, כל ה... אשרו אני פי חלטים גיידה, בשחתים גיידה. ונפגוש כל כך הרבה אנשים. إنه أمر مثير أن أقابل كل هذا الكم من هؤلاء الناس الذين عملوا طوال الفترة الماضية على تحريري من الأسر. أشكرهم جميعا على تلك المجهودات. Five years and nearly four months in captivity, that's a long time. Did you ever think you will live to see the day when you can actually walk free? אחרי התקופה הארוכה זו במעצר של חמש שנים וארבעה חודשים, האם היית חושב שיבוא את היום? חמש שנים מן אל-אסר, הל תחיילת אנחנו סוף חיית אל-יום אל-לזי תוסבח חורן טליקן חריג אל-אסר? אבל... נעם, כאנת שנים טוואל. חשבתי ש... ולכן אני אעתקדת שאני יכול למצוא את עצמי. אנה הוא סוף חיית אל-יום. המצב הזה עוד הרבה שנים, ולכן זה גם... אל-לזי סוף אגד נפסי חריג אל-אסר, ולכן قد يكون بعد سنوات طويلة أخرى. كيف تلقيت الأخبار التي تم تناقلها أنه سوف يتم عقد صفقة يتم بمقتضاها الإفراج عنك؟ تلقيت هذا النبأ قبل أسبوع وأحسست يومها أنها سوف تكون الفرصة الأخيرة لتحريرك. هيت مبسوط لمشال؟ هل كنت سعيد بهذا الخبر؟ لا أستطيع أن أصف مشاعري حينئذ ولكنني شعرت أنني مقبل على لحظات صعبة للغاية. Okay. As time passed, did you feel abandoned, forgotten, or were you certain that the negotiations for your release will bear fruit? לאורך התקופה הזאת, תקופת המעצר, طوال هذه الفترة, רק אחת, הופעת בסרט וידאו, כדי לומר למשפחה שלך ולעולם כולו שאתה חי. מה קורה? بعد إذاعة الشريط الذي ثبت فيه أنك لا زلت على قيد الحياة, هل هذا مثل بالنسبة إليك بادرة أمل في تحريرك من هذا الأسر؟ מסיבות ביטחוניות, אני חושב. أعتقد أنه تم بث هذه اللقطات التلفزيونية من خلال أو من خلال تنسيق بعض الأجهزة الأمنية مع بعضها البعض. ولكن هذا الأمر كان لا يعني الكثير بالنسبة إلي. قد عني الكثير بالنسبة للأطراف الأخرى ولكن ليس بالنسبة إلي. בבקשה, אנו שאלנו את השאלה הזו קודמת. אנו שאלנו, נסענו סואל גם למשיך. משים בתרטיב. לא, אנחנו משים בתרטיב. דלואתי, אנחנו... מה לשפוויד את הסואל? רוח על רעד. עשן אני חסה תעבן, יאללה. טייב. גם לו סואל לבידיו. תני מפדלק. في كل السنين دي طلعت فيديوهات. ما ده انا سالته له اقبل المره اللي فاتت يا فندم, ده اقبل المره اللي فاتت. يلا سؤال اوكي اوكي اوكي. اخر واحد بس يلا يلا اخر سؤال. لا الا انت نسيت او غيره يا جماعه اخر سؤال طب it was the معلش it was the Egyptian national security that mediated for your release. There were previous failed mediation efforts including one by the Germans. Why do you think that this time round the mediation was a success? لقد كانت مجهودات كثيرة ومحاولات كثيرة تم بذلها من جانب الوسيط المصري بالإضافة إلى جانب الوسيط الألماني. لطالما فشلت هذه المحاولات, برأيك لماذا هذه المرة تحديدا نجحت هذه المحاولة الأخيرة من جانب الوسيط المصري في إتمام صفقة تحريرك من الأسر؟ أعتقد أن المصريين نجحوا ביחסים טובים גם עם החמאס וגם עם ישראל. من خلال علاقاتهم الجيدة مع حماس وكذلك مع الجانب الإسرائيلي. السيوة שלהם. لقد
ساعدت هذه العلاقات الجيدة في إتمام الصفقة. What have you missed most while in captivity, and what's the first thing you want to do when you get home? برأيك ما هو أول شيء تريد أن تفعله بعد خروجك من الأسر؟ أتمت جاجيا إلافا. ما هو دفر شاتهت جاجاتا لوبي يوتر كأشير هيتا بمسار. وإذا دفر شتعسين مياد أخري هشيفا لبيت. بالطبع لقد اشتقت كثيرا لعائلتي. اشتقت كذلك إلى أصدقائي. اشتقت كثيرا لأن ألتقي بالناس، بالناس العاديين، لأتحدث إليهم، لأحكي لهم عن تجربتي طوال هذه السنوات في الأسر. في الواقع لدي الكثير لكي أفعله. ما الذي تعلمته؟ ما هي التجربة التي استخلصتها من سنوات الأسر؟ ما هي الدروس والعبر التي استخلصتها من هذه الفترة التي شاهدت احتجازك في الأسر؟ من الممكن استخلاص درس هام وهو أن إتمام صفقة تحرير أسير في وقت قصير Gilad, you've known what it's like to be in captivity. There are more than 4,000 Palestinians still languishing in Israeli jails. Will you help campaign for their release? الآن وبعد تحريرك من الأسر تعلم جيدا ما هي تجربة أن تكون أسير لخمس سنوات. والآن وبعد أن تم تحريرك هناك 5,000 تقريبا 5,000 أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية. هل من الممكن أن تقود حملة شعبية لتحرير هؤلاء الأسرى الفلسطينيين؟ وأنت تشتطف بكل حليخة كدي لسيع بشخرورة إتها فلسطيني شكمو هيو إتها جنب مأسار شكمو هيو جنب مأسار אתה רוצה לעשות משהו ותשתתף בכל הליך כדי לשחרר אותם? אני מאוד אשמח שהם ישתחררו. סוף אסעדו כתירן, איזה תמה תחרירהם גמיען. שלא יחזרו להילחם בישראל. כי יתמקנו מן העודה מוגדדן אלא אסריהם ועאילתיהם ואלא אראדיהם. سوف أسعد كثيرا إذا حدث هذا. ختام يا جماعة. What are your plans for the future? ما هي خططك بالنسبة للمستقبل؟ أأمل أن تساعد هذه الصفقة في التوصل إلى سلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وأن تدعم أواصر التعاون بين الجانبين. هل تريد إضافة شيء ما؟ شكرا.